وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في سؤال الطالب الكريم أكرم، يقول هو طالب في الجامعة، في جامعة دمشق. أنا أقول، ما حكم الطلاب الذين يشترون مشروع تخرجهم أو رسالة الماجستير أو الدكتوراه من المدرسين أو من غيرهم، ويقدموا هذا المشروع وهذه الحلقة البحث أو هذا الأطروحة الدكتوراه، يقدموها وبياخذوا فيها يعني درجة جيد جدا ممتاز، بينجحون من لم يفعلوا شيئا ولم يعملوا شيئا ولم يجتهدوا بأموالهم، بيدفع 1000 2000 3000 دولار وبياخذ دكتوراه بدون تعب. فنقول، ما حكم هذا الفعل؟ هل هو حرام؟ هل هو جائز غير جائز؟ طبعا نحن عندنا في يعني الإسلام قاعدة عامة هي موضوع تحريم الغش، تمام؟ فهذا طبعا هو يعتبر من الغش تماما. لماذا الغش حرام هنا؟ يعني هل ما هو السبب؟ طبعا أولا، لأن الطالب لما يتخرج من الجامعة أو يأخذ مثلا رسالة دكتوراه وهي في الحقيقة مزورة، أو يشتري الدكتوراه كما هي يعني، ثم يدرس في إحدى الجامعات أو يتوظف في إحدى المؤسسات التعليمية وهو أصلا غير مؤهل لهذه الوظيفة، فهذا يضر الطلاب ويضر الناس، يعني ممكن يؤثر على سلوك الناس، على مستوى العلمي للطالب، ممكن يرتكب أخطاء. هذا إذا في علوم أدبية، علوم يعني ما فيها ضرر على الإنسان، فكيف إذا كان مثلا هذا المشروع في كلية الطب؟ فهو يمكن يصير طبيب، يمكن يصير أستاذ جامعي، فهذا بيأثر على حياة الناس. فلذلك المسألة هي يعني في ظاهرها محرمة طبعا بشكل عام، لكن في تفاصيلها هناك أمور محرمة جدا، يعني معنى محرمة جدا يعني محرمة تحريما كاملا، ويؤاخذ فاعلها على ذلك إذا كانت فيما يخص حياة الإنسان، مثلا المجال الطبي مثلا، فهذا يؤثر على حياة الإنسان. في بعض الروايات، من تطبب بغير طب بهذا المعنى، يعني يعني اللي ادعى الطب وهو ليس بطبيب، طبعا هذا مسؤول، فهو ضامن يعني مسؤول. فإذا يعني المسألة فيها تحريم من حيث الغش والكذب والخداع، هذا أمر لا شك فيه، لا سيما إذا كانت في مسائل الطب. طبعا التحريم بيكون أقل في مسائل أخرى ما بتشكل ضرر على الإنسان أو ضرر يعني ضرر بالغ على حياة إنسان أو كذا. ولكن هناك الآن يعني أنا هناك بعض أحيانا يكون إنسان يشتري شهادة مثلا دكتوراه في مثلا إدارة الأعمال، ما هدفه من شراء هذه الدكتوراه؟ يعني غش الناس أو مثلا التوظيف وهو غير مستحق للتوظيف أو كذا؟ لا، ولكن هو قد يكون يعني هناك أمور بيروقراطية لأمور معينة، لحمل جنسية دولة أجنبية مثلا، لبعض هذه الأمور. في هذه الحالة غير محرمة، لأنه هو أصلا لا يعمل بهذه الشهادة تماما. في هذه الحالة طبعا هو غير آثم، لكن أضاع ماله. بكل الأحوال هي يعني تبقى في حيز الكراهة، لكن هو فعل ذلك لأجل يعني أمور كسب بعض الأمور الدنيوية بعيدا عن التخصص في هذه الشهادة، مثل ما ذكرنا كتحصيل جنسية. أحيانا إذا كان في ذلك رفع ضرر عن نفسه، فممكن يعني مثلا إنسان موظف مثلا موظف في جامعة من الجامعات وهو دكتور ومتمكن ومدرس ومحترف، ولكن طلع قرار مثلا من وزير التعليم العالي، من رئيس الدولة، أنه كل إنسان يحمل شهادة دكتوراه من هذه البلد بسبب خلافات سياسية، بسبب كذا، فشهادته غير مقبولة ويجب طرده من الجامعة، ويجب أن يحمل شهادة دكتوراه من بلد كذا وبلد كذا. فهو يعني هو إنسان متخصص ودكتور أصلا، لكن اضطر أن يشتري شهادة دكتوراه أخرى من دولة أخرى حتى يدفع عن نفسه هذا الضرر. هذا أمر جائز. فالمسألة يعني ليست على الإطلاق، يعني أنا دائما أنتقد إخواننا الدعاة والمشايخ والدكاترة والعلماء الذين يفتون على الإطلاق في مثل هذه المسائل. مثلا يعني مثلا يقول الغش حرام، انتهى كل شيء. لا لا، هناك مسائل مختلفة، وهناك يعني المسألة محرمة. لماذا الغش حرام؟ لأن علة الغش لأنه ضرر الناس، يعني يؤدي إلى ضرر الناس، فلذلك إذا هذا الضرر ارتفعت العلة وارتفع التحريم. يعني هي قاعدة عامة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هي حالات متعددة، ولا سيما اليوم عندنا حالات كثيرة جدا 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 جدا، يعني يضطر الإنسان في دولة أجنبية في كذا في أحوال معينة بسبب قرارات حكومية معينة بسبب كذا، يضطر اللجوء إلى مثل هذه الأمور تماما. وقد يكون إنسان أحيانا يعني يريد أن يأخذ هذه الشهادة فقط يعني حتى يكتب أمام اسمه دال نقطة،
لا يريد العمل بها ولا يريد إيذاء الناس كذا. في هذه الحالة يعني تكون مبدأ يعني على درجة الكراهة فقط، يعني ما بتصل إلى التحريم، لأنه لا يضر الناس وإنما يريد إظهار نفسه يعني بسبب مكانته الاجتماعية وكذا، بيكون شيخ قبيلة، بيكون مثلا يعني شخصية سياسية معينة، بيكون كذا، حتى يحط دال نقطة أمام اسمه، يعني يكون أوجه يعني. لكن ولا يستخدم مضامين هذا العلم وتفاصيل هذا العلم أو يعني مجال هذا العلم لا يستخدمه أصلا. فأظن المسألة باتت واضحة.